استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله في قصر الصخير هذا اليوم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، وذلك بمناسبة فوز سموه بالمركز الأول في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي للهواء التي أقيمت في مملكة البحرين في شهر نوفمبر الماضي، وتأهله لبطولة العالم للرجل الحديدي التي ستقام في هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر أكتوبر القادم. كما استقبل جلالته فريق نادي النجمة لكرة اليد الفائز بكأس البطولة الآسيوية 20 للأندية أبطال الدوري والتي أقيمت مؤخرا في مدينة حيدرآباد بجمهورية الهند، وتأهله لبطولة كأس العالم القادمة للأندية لكرة اليد. وفي بداية اللقاء تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المفدى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. كلمة اللجنة الأولمبية البحرينية يلقيها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أبطال مملكة البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني يا صاحب الجلالة أولاً كمسؤول رياضي ومعي خيرة رجال ونساء مملكة البحرين في هذا القطاع أن نشكر جلالتكم الذي دعمتمونا وذللتوا كل الصعاب أمامنا في جميع مراحل السنة والسنوات السابقة. نستذكر منذ بدايتكم للقطاع الشبابي والقطاع الرياضي واهتمامكم في هذا المجال الذي ترون اليوم ولله الحمد ثمرته. مملكة البحرين هي متسيدة ومعتلية كل مناصب الرياضية سواء كانت محلية أو دولية ومنصات التتويج أيضا. فنحن يا صاحب الجلالة من ناحية أداء وإدارة ومسؤولين نشكركم جميعا على هذا الدعم اللامحدود. أما بالنسبة للشق الثاني كرياضي في مملكة البحرين، فهذا التكريم ليس لي شخصياً وليس لي نادي النجمة الأبطال، هو تكريم لجميع رياضي مملكة البحرين. ولله الحمد عام 2017 طوينا صفحته بإنجازات عظيمة سواء كانت محلية أم كانت دولية، اعتلينا جميع المناصب واعتلينا جميع المنصات وتوجنا بالذهب ولله الحمد، وهذه كلها بقدرة رجالكم ونسائكم المخلصين لمملكة البحرين. فالتنافس قوي يا صاحب الجلالة، وأصبح اليوم العلم متقدم في مجال الرياضة، وأصبح العطاء أيضا مضاعف، ونحن نطلب الكثير من رياضيين مملكة البحرين. وأخيرا نستذكر أيضا منتخب كرة القدم في دوري خليجي 23 الذين أفرحونا وجمعوا الجميع، والذي كان يفتقد تواجد الجماهير على المدرجات، ولله الحمد هذا المنتخب جمع الناس. فنحن يا صاحب الجلالة نعدكم في عام 2018
ونستأذنكم أن نطلق على عام 2018 لقب الذهب فقط، لأننا يا صاحب الجلالة أمامنا طريق وأمامنا إنجازات قادمة في هذا العام، وبإذن الله سنكسر إن شاء الله حواجز كثيرة وننجز إن شاء الله الذهب أكثر من أي عام نتوقع بإذن الله. في صاحب الجلالة شكرا مرة أخرى، ولنا الشرف أن نتواجد معكم ونتكرم من قبل جلالتكم. الله طول عمرك. كلمة نادي النجمة يلقيها السيد عيسى القطان رئيس نادي النجمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أقف بين أيديكم الكريمة في هذه اللحظات بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة اليد بنادي النجمة على كأس بطولة الأندية الأسيوية 20 التي أقيمت في مدينة حيدرآباد بجمهورية الهند، والتأهل الفريق إلى بطولة كأس العالم للأندية. ولم يكن لهذا الإنجاز ليتحقق لولا دعم جلالتكم للرياضة والرياضيين في مملكتنا الغالية، ومساندة جلالتكم للأندية والمنتخبات البحرينية، هي محل فخر واعتزاز ودافع كبير وداعم أساسي للجميع لتمثيل مملكة البحرين خير تمثيل. سيدي صاحب الجلالة، أن توجيهاتكم السامية ستبقى شعلاً تستنير بها جميع الرياضيين لمواصلة العمل نحو إعلاء راية البحرين وجعلها خفاقة في مختلف المحافل الدولية، وسيبقى عهدكم الزاهر شاهداً على الكثير من الإنجازات التي تحققت لهذا الوطن المعطاء في ظل القيادة الحكيمة لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم. سيجني شباب المملكة نتائج السياسات الرشيدة لحكومة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، إلى جانب مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي قفزت بالرياضة البحرينية قفزات كبيرة، ومنها مشاريع الدمج بين الأندية والتي يعتبر نادي النجمة أحد نماذجها. وكان للجهود الجبارة التي يبذلها ممثل جلالتكم للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أبلغ الأثر في حصد النتائج المشرفة لأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية، كما أن شباب الوطن يثمنون الدعم المميز من النائب الأول لرئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ومساندته لهم في مختلف الميادين. سيدي جلالة الملك، إن نادي النجم كان وسيظل بفضل الله وبفضل دعمكم الكريم سباقاً في رفع علم بلادنا عالياً بإحراز أول بطولة خليجية للأندية البحرينية في كرة اليد عام 1984 تحت مسمى نادي الوحدة قبل الدمج، وواصل إنجازاته عبر الفوز بأول بطولة خليجية للأندية البحرينية لكرة الطائرة عام 1989. واليوم نعتز أن نقدم لجلالتكم كأس بطولة الأندية الأسيوية لكرة اليد عرفاناً منا لدعمكم اللامحدود لكافة أبناء الوطن في مختلف الميادين. إننا نعاهد جلالتكم على العمل بجد وإخلاص
لإعلاء اسم مملكتنا الغالية بما نملكه من إمكانات، مثمنين عمل جلالتكم الدؤوب وحرصكم التام على التمثيل المشرف للبحرين في مختلف المجالات، وبما يعكس الدعم والمؤازرة من لدن القيادة الحكيمة التي تضع الإنسان البحريني في أعلى سلم أولوياتها، والعمل على الارتقاء بقدراته ورفضه بأفضل برامج التطوير، وجعل ذلك من الثوابت في عمل القيادة تجاه أبناءها الوطن. سيدي جلالة الملك المفدى، باسم مجلس إدارة نادي النجمة وجميع منتسبي، يشرفنا أن نهدي هذا الإنجاز إلى جلالتكم، وأن نعبر عن عظيم امتناننا وتقديرنا لدولة جلالتكم الرائدة في هذا المقام، ونعاهد جلالتكم بالسير على خطى القيادة الرشيدة متعاضدين في جميع الميادين لتشريف مملكتنا الحبيبة في كل مهمة وطنية توكل إلينا. وفق الله جلالتكم لتحقيق المزيد من الرفع والنمو لمملكة البحرين وشعبها الوفي، وصدد الله خطاكم على طريق الخير، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وجه جلالة الملك المفدى كلمة سامية بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم كقياديين وكمسؤولين على إنجازات الفرق الرياضية بصورة عامة في بلدنا الغالي البحرين، وأخص في هذا اليوم النجمة وإنجازات النجمة على المستوى الآسيوي بما يعني العالمي، فالتهاني متبادلة ولله الحمد. مثل ما أنتم تهنون احنا نهنيكم بهذه الإنجازات. والبحرين ولله الحمد في كل عام تحصد ميداليات مختلفة ملونة كما تسمى، والحقيقة هذه بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الجميع، وكذلك بمشاركة سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد قيادة الرياضات المختلفة، حققنا الكثير ولا يزال الكثير أمامنا على المستوى الأولمبي القادم وعلى المستوى الدولي القادم، فالجهد يجب أن يستمر، وهذا أنا متأكد منه ولله الحمد. والسنة بالفعل عجبنا كذلك بأداء فريق كرة القدم، ما كان مستواه يختلف عن أي مستوى في دورة الخليج 23. أما بالنسبة إلى النتائج فهذه حظوظ، لكن المستوى الفني للاعبين في الواقع أعادوا الأمل للكرة البحرينية اللي طبعاً معروفة ريادتها في المنطقة. فإن شاء الله في المسابقات القادمة تكون كذلك الكرة البحرينية في المقدمة، مثل ما كانت في المقدمة في دورة خليجي 23. طبعا نتمنى لكم كل توفيق وكل خير. اسمحوا لنا على أي تقصير من جانبنا اتجاه الرياضة، أنا أرى أن بالفعل الجهود الكبيرة تبذل ذاتية من نفس الاتحادات ومن نفس اللاعبين، والمساهمات إن شاء الله نتمكن أن يعني نحقق ما نصبوا تصبون إليه، بحيث أن نحقق نتائج أفضل. لكن نتائجكم تدل أن المسألة في الإنسان نفسه قبل لا يكون في الإمكانيات. فالإنسان لما أراد أن يعني يحقق نتيجة حققها ولله الحمد، ولكن الإمكانيات تساعد كثير، وهذا اللي احنا نجتهد دائما الآن بأن احنا
في الظروف الحالية واللي تعرفونها جميعا، نحاول بالفعل إعطاء الأولوية للشباب والرياضة. فشكرا مرة أخرى على كل ما أنجزتم وقدمتم، وإن شاء الله نراكم في القريب بإنجازات أكبر. شكرا. بعد ذلك قدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الميدالية الذهبية للرجل الحديدي إلى جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة، ثم تشرف رئيس نادي النجمة بتقديم هدية تذكارية إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله. وقد عرض رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد السيد علي إسحاقي الدرع الذي فاز به الاتحاد كأفضل اتحاد على مستوى آسيا.